يا صباح الخيرات والبركة على أحلى متابعين بالعالم. اليوم الفيديو تحضير شنطة الولادة. رح لكم خبر إنه الدكتور آخر مرة رحت لعنده من يومين قال لي علا جهزي حالك، ممكن بأي لحظة تولدي، وضعك جدا جاهز للولادة، مع إنه رح أولد قيصرية بس إذا صار معي شيء رح أروح فورا على المشفى إن شاء الله. هلا الحمد لله عديت الأيام الصعبة وعديت ايش بيقولوا، يعني ما بقى رح يصير انه ولاده مبكره او هالقصص، فمتوقع. ليش قلبي محسسني انه بالعيد ده اولاد واعبط الدنيا واعبط العالم معي؟ ما بعرف. يلا كله خير ان شاء الله، رب العالمين كاتب لها اليوم اللي رح تيجي فيه. بس انا كثير متحمسه، يوم بتلاقوني عم ببكي وعم بشوح وبنوح وخايفه ونفسيتي بالاراضي، ويوم بتكون معنوياتي جدا عاليه وكثير متحمسه انه ايمت رح اولد، وعلوة انه مثلا يلا هيك تبلش بوادر الولاده ومشتهيه اشوفها وكذا. كل يوم شكل هو الاسعيد شو عم بيعمل بغرفة إيلا. هلا رح نحضر الشنطة سوا. سيد هيلو مرحبا. So what you're doing? I'm doing nothing. I'm just trying to. هلا جبنا الأغراض كلياتهم لهون، رح نطبقهم. قلت قبل ما أطبقهم رح أحكي لكم عنهم إنه شو الشغلات اللي رح ناخدها. When I was preparing this وقت اللي كنت عم بحضرهم هدول، ساعد عم بقلي هدول إيش شو؟ شو بتعرفي هالشغلات انتي؟ انه من وين لوين؟ يا الله يا ايه صحيح. سعيد نام بغرفة إيلا، جيت على البيت لقيته نايم بغرفة إيلا، غرف قلبي عليه. So you slept in Ella's room one time. How was your feeling? Just preparing myself, you know. عم بيحضر حاله، عم بيتدرب انه he's gonna take care of her. طبعا سعيد اكيد رح يساعدني، يعني انا رح اعلمه، انتم بتعلموا جوازكم انه يساعدوكم. هلا بالنسبه للهدايا اللي اجوني من بنت حماي رح احط لكم اياها بعد هذا المقطع، شوفوا ايش اجاني هدايا منها بتاخذ العقل كثير حلوه. خلونا نبلش. سايسو كان يو اوبن ذس باج اند ليتس بريبير بليز. يس. هلا انا رح اخذ معي شنطتين، شنطه تركتها عند رولا اختي وشنطه جبتها لهون لعندي على البيت. هي الشنطه رح تضل بالسياره بصراحه، لانه ممكن باي لحظه اذا صار معنا شيء انه تكون جاهزه، او انه خلاص احطها هون بغرفه إلا وهي جاهزه مجهزه. said here yes you can just make it lay and you can open it. اي خلوني اشرح لكم هلا على السريع هون قبل ما احطهم بالشنطه شو الشغلات اللي انا رح اخذها. مشاركه معكم قبل هالمره طقم النزله وقلت لكم عليه هون، بس رح ارجع اشرح لكم شغلات العنايه اللي رح اخذها والشغلات الخاصه فيني انا اللي كمان رح اخذها. خلونا نبلش بغراض إيلا. هذا الحرام هو الصيفي. بيبي؟ يس بيبي. There is inside money. What you gonna do? No, there is no money. So just open it and let's. I'm gonna شوف ترتيبه. رح فكرة سعيد بي يعني سلم إيدي، كتير حابة أتشكره إنه كتير ساعدني ووقف معي. إن شاء الله يا رب يضل هيك بعد الولادة. I'm really thanking you for every your for every help you helped me and for your support that you did. You are a great man. Really, he's gonna be good father. Said's gonna be good father. رح يكون أب رائع يعني. يلا خلونا نبلش. أول شيء رح نبلش بالحرامات، بعدين نبلش بالشغلات الناعمة. الحرامات أخذت هذا الحرام رح أحطه تحته. أكيد 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 بهالشوب الحريقة ما رح شو اسمه إنه يلزمنا إنه تتغطى بشي سميك. وهذا الحرام هو كوتون رقيق صيفي يا مو شتوي، اوكي موصوف. فهدول اول قطعتين رح نحطهم بالشنطة. انا قلت اساس عشان يضل الحاف بزهوته رح اتركه بعلبته. اوكي هلا بنجي على تياب قلوشة ليلي، رح خبرنا ندلعها ليلي. So we're gonna say the short name for Ella, ليلي بيبي. جيبوا اخذت لها بدلين، البدلين اخذت لها اياهم نفس الالوان لانه مطبقه عليهم الالوان الكوشه وهالقصص هيك، مشان اخذت لها انه طقمين زهري. هلا انا حابه كنت الابيض بصراحه بالبدايه، الابيض البناتي السنه اللي شفته ما عجبني شيء ابدا، فانه بالاخير قررت اخذ لها اللون الزهر هو هذا الاساسي. اخذت لها من كل قطعه تنتين، هذا هو الطقم الاساسي اللي انا اخذت لها اياه مع هاي الأبوعة مع الكفوف.
اغراض البيبي المهمه هن هدول. ممكن وهن عم بيلبسوها يا يوسخولها يا، مشان هيك لازم تاخذوا اثنين. انا رح اضل ان شاء الله ليله واحده بالمشفى، فانه اقل شيء يكون في بدلين ثلاثه. اوكي، حتى هون الداخليات اخذت لهم اصغر مقاس اللي هن كمان اثنين. فهدول هن بالنسبه للثياب. إلا هلا جينا على الزنار، مع انه شوب كتير كتير اخذت للزنار الخفيف القطن 100%. الدايبرز الدايبرز عم بستعمل برايم هلا مبدئيا. عرفت اسمي دايبرز حفوضات بيز ديورز يا بس شوجوك بيز بيز بالتركيب شوجوك بيز. وعندي هاي المحل معطر اللي بلا كحول الصحيه. كمان هدول الاغراض اللي بختي اصغر ببرونه، طبعا انا مع رضاعه الطبيعيه مليون بالميه، بس هون ما بعرف يعني ايش بيصير معنا، لازم اخذ لها ببرونه. هلا المشفى عندهم كل شيء، يعني هلا مثلا ماني مضطره انه انا اخذ حليب، اخذ اكل، اخذ هالشغلات، لاني هن المشفى عندهم هاي القصص كلياتها. اوكي، مثلا الشامبو للتحميم لهالقصص كله من عندهم. وفي عندي هدول مثل هيك القمايش اللي بتلزم لأثناء الرضاعة. فهدول هن أغراض إلها تقريبا كلياتهم. بالنسبة للمواد التانية إنه مثل العطور أو كذا والبودرة والزيوت والكريمات، هلأ كحديثة ولادة ما رح أحط لها شيء على طاق، بس المشفى الشغلات اللي هن رح يحطوا لها إياهم، ما رح أحط أكتر من هيك. أوكي، بالنسبة لهي الشنطة أخذت شنطة خفيفة نعومة لوقت اللي توصلني، شنطة اللي موصي عليها من النت لهلأ ما وصلتني. فهي الشنطة بدي احط فيها الاغراض الناعمة اللي لازم تكون موجودة بين ايدي، حتى ما افتح كل دقيقة شنطة السفر. وي سا يور هاند، ثانك يو. ايه مثل الحفاضات. يا ثانك يو، عم مد ايده عفرجيكم انه هو عم يساعد. اوكي، هون الحفاضات رح احطهم بهي الشنطة، رح اقسمهم بحيث انه فورا يكون سهل الوصول لإلهم. اغراض العناية تبعيت ايلا بهي الشنطة، والبقية رح احطهم شنطة السفر. نجي على اغراضي، طبعا المحارم المعطرة، البادي لوشن، الكريم، المرطب، عدة الميك اب، هدول شغلات اساسية رح تلزمني المشفى. قلت لكم ما رح اطول كتير بالمشفى ان شاء الله ليلة وحدة اذا مطر الامر انه ابقى ليلتين. فهدول مثل هيك شغلات اساسية لبعد الولادة بلزموا للام. شوفوا انا هلا عم بشرح لكم، سعيد بلش يطبق ان شاء الله ما يضيع لي الغراض. اوكي، هلا رح افرجيكم هذا الفستان اللي رح البسه، طبعا اكيد اكيد بلزمكم روب نوم اللي رح يجوا يشقوا عليكم انه يكون هيك شوي رسمي حلو، قطن اهم شيء، عريض. كتير انتبهوا على قصة الكمام يكون نص كم او بكم بحيث يرتفع مشان السيروم. هاي الشغلات رح تنتبهوا عليها، طويل حتى تمشي بالممر ما تعدي تغيري وتبدلي وهالقصص. فانا اخذت هاد طبقت فوقه هذا الكيمونو، هيك صاير طوله للارض قطن بهالطريقة. اوكي، هاد مثل ما قلت لكم الرسمي، اخذ واحد قصير كذا للغرفة لجوا الغرفة البارد، هلا شايفين بالشوب وكذا بيلزم تاخذوا كذا بدل. لا لا نو سايد، وير جونا بوت ذس دايبرز اند وايبس ان ذس باك بليز. يس يا 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 اوسو ذس وان. ايش هالتطبيق ما شاء الله، يعني شوفوا لي ايش اتطبق، ايش قد اتعذب شالهم بالتخت حطهم هون. لوك ات مي بيبي. يس ذس دايبر از ديرتي. واي نو علي دايبرز وسخه. نو ذس از ذا لاين جست ساين. يعني رح افرجيكم هذا الفستان الثاني واحكي لكم قصته. عانيت هون كثير كثير بتركيا. سايد وايل ميكينج فيديو بليز بوت ذم ان ذا باك. على فكره سعيد شغلته بس قاعد عم قال له حطهم بالشنطه، وقاعد لسه عم اتفرج على المعش اجرب هي. نو نو سكنها. نو ذس از ذات ان اي اوريدي ميك ديب كليننج فور ذس. يعني هذول عقمتهم قبل ما هذا، هذول كلهم ثياب انغسل ونكوي. Yeah, I already did this data. هلا بجي بحكي لكم على معاناتي، شغلتين ما زبطوا معي، لا زبطتها هي اوكي، بس شغله ثانيه ما زبطت معي، هلا بحكي لكم شو صار معي. شايفين هذا الفستان الحلو الجميل، ما بتخيلوا قد ايه دورت على هيك فساتين. بحلب كان عندنا كثير هيك قصص، يعني مثلا فينس، مثل هدول المحلات، انه بتروحي بتاخذي القطعه وخلصنا. فجيت انا هون عم بدور، لقيت
هاد عجبني موديله، بس من تحت كان قطن ضيق، فهيك من نوع البكسه، من نوع المحلو على اللبس. فرحت اشتريت مشتاتها مثل ما شايفين، واخذت عند خياطه وقصت لي اياه وركبت لي محله الساتان، فصار هيك موديله. رح فرجيكم اياه بعقد، صار شكله كتير حلو وبنفس الوقت رسمي، يعني رح اكيد انه رح يجوا ضيوف على البيت وكذا. هذا تاركته للبيت بس مطبقته هون، مطبقه معه الشوز وكذا. ها صحيح نسيت الشوزات، نسيت البوابيج، في انه لازم ناخذ معنا سليبرز كمان للمشفى، يكون مريح عشان المشي. يس بيبي، يا This is my scarf. على هذا مشان ايش؟ This is my scarf. هذا حجابي طبقته لون زهر، هذا ما مبين هون لونه زهر على هذا الطقم. My mission is done, baby. Your mission is done. ايه والله done. كثير تعذبت سعيد. Thank you. كثير تعذب. No, I'm gonna put. Are you gonna make up while you're giving me? رح تحطي مكياج وانتي عم تولدي. Before, baby, I'm gonna put. Before? Yeah. Because we're gonna use the camera, you have to show yourself. Yeah, طبيعي. طبيعي. جايبين نحن تصوير خاص. Photographer. نعمل الفوتو سيشنز. وهالقصص ان شاء الله بالمشفى. فاذا طلع شيء حلو كله رح شاركه معكم. المهم عم بقلكم المصيبة الثانية اللي صارت معي. شوفوا لي التطبيق سعيد. حطهم بالشنطة، هيك فتح الشنطة وحطهم مثل ما هن. هي الشنطة هي مقسمة للبوبرونات وللمحارم معطرة وهيك، بس هو شالهم شلفون هيك. هلا رح عيد التطبيق كله بعده. يعطيك العافية سعيد، ثانك يو سو ماتش. هادي جود شوز، وير غانا سي يو نكست فيديو. يلا باي باي. This is my capability. ايه هي قدرته هو. نزل الاغراض من على التخت، حطهم بقلب الشنطة، وهدولك شلفهم بهديك الشنطة. شقد فرق بين طب منيح ما سلمتك الغرفة تطبيقة. كل يوم سعيد بيجي على الغرفة بيتفرج بيقول لي ايش حط، ايش عملتي شيء جديد، ايش اشتريتي شيء جديد. واحلى شيء، احلى شيء وقت اللي اجى جيت لقيته نايم بغرفة، صح لقيت السرير قايم قاعد، بس عن جد كان كثير هيك لحظات ايموشنال. يس This pregnancy time, it's so hard for me actually. It's too tiring for me. Why? I don't know. You الحمل كثير عذب وكثير كان متعب. You were so comfortable. أنا كثير مرتاحة. I did everything, you know. وأنت عملت كل شيء. ما شاء الله، ما شاء الله، دقوا على الخشب. ما شاء الله صدقتوا. أنتوا صدقتوا؟ Look at my hair. إيه هاد شعره. It's like, you see. لا والله عن جد. Yeah, now people they're gonna attack me and. I become gaining too much because of stress. Yeah, yeah. شوفوا لي من طريقة حكي وأنت بتعرفوا قديش صادق يعني. Because of worriedness. يا جماعة والله والله قاعد بالبيت يندق الباب يدخل المدهن يدهن. قاعد سعيد بالبيت يندق الباب يجوا يركبوا الغرفة. ولا عمل شيء يحرم عليه. بس بقلكم يا ايها الناس، بس بقلكم والله عن جد السبورتنج اللي اعطاني اياه معنوي، يعني شايفين هاي الروح الحلوه اللي هيك الموجوده. اتس بيكاز اوف يو، يعني ماي هاي معنوي ثينكس از جاست اول بيكاز اوف يو ريلي. There is a wall that there is a chance of speech and they're gonna say what I suffer in this situation. Yeah, yeah, والله yeah, you're right. يعني شوفوا صدفة انه اخر شهرين اللي كنت حامل فيهم سعيد سعيد مر بظروف كثير ثقيلة بشغله، واجته سفرة على بولندا وما سافر، اعتذر منا بسببي انه ما رح يتركني، وصارت له مشكلة بهالقصة. معني أنا قلت له روح خلاص يعني it's okay. Thank you so much baby. And now I'm gonna tell the people what happened for. So okay, رح أقول لكم. So did you like my hair color? Hair color? Yes. It's perfect baby. Always you like you know orange color. You're always. شفت مش قال اورنج يا جماعة لا تقصبوا. No. أخذت فرجيتكم الصبغة قبل هالمرة اللي هي بتكسل. What you're telling this the box بتكسل. I don't know something like this. يعني إنه الأكسجين تبعك دي بيكون خفيف للحوامل. تمام. إيه فأنا أخذتها فرحت صبغتها عند الكوافيرة وأنا أخذت لها. No. So أخذتها لعند الكوافيرة وحطت لي إياها على شعري، حطت لي إياها على شعري وطلعت أورنج. اوكي
طلعت اورنج وانا ما حبيتها، والعالم كله انا علا كتير. لا بقتلك انا بالعاده بعمل لون بناني، بني كاشف، كستنائي، الشوكولا، هالالوان. فطلع لون اورنج، بس مو الاورنج الفاقع ما حلو النوري او هيك شيء، لا اعوذ بالله. يعني طلع الاورنج هلا اللي طالعه موطه شوي النحاسي يعني، فراح اروح اغيره. هاي المشكله الوحيده اللي صارت معي. طبعا ما بصير بلا ما نعدي بهيك مشاكل وهيك قصص، فالحمد لله. anyway هلا المهم تعبت كتير شوبت كتير، خلوني اخذ بريك ورجع عند لكم. هلا وصلني هذا الكارغو من ترينديول. على فكرة أغلب شغلات البيبي اللي عم باخدها هي من ترينديول، كتير كتير عم بحب أغراضه. نفس الشغلات اللي موجودة عند ترينديول موجودة بهبسي بورادا، بجدي جديور، المواقع التانية التركية، بس ترينديول ببقى أرخص. ما بعرف ليش إيش السبب. المهم هلا خلونا نفتحها لأنه أنا طالبة عدة شغلات، فما بعرف هي أي وحدة اللي وصلتني. خلونا نشوف شو وصل. يا شوفوا لي شو وصلني. على فكرة هاي رح احكي لكم قصة، هاي ما من الشغلات اللي انا طلبتها. هاي بنات حماي انه علا شو لازمك اغراض، بعتوا لي خيارات انه انا انقي منهم. فبنت حماي وصلت لي تقريبا على 5 شغلات من ترينديول. هلا وصلت اول وحدة لانه من اماكن متفرقة، كتير حبيتها. هاي الكاربت وجاي معها هدية مع البطاريات والدقونة، هي كادو جاي معه. هي الراج اللي فيها ألعاب للبيبي. أنا بتذكر طلبت اللون الزهري، هذا اللون. هلا رح نفتحها ونشوفها، واللي فيها البيانو والألعاب بتصير للقعدة وبتصير للتسطيح. كتير كتير حبيتها. في منهم هدول الصاديات، وفي منهم اللي بيكون هيك إلى هاي مثل اللي بتوقف اللي بتطالع موسيقى. فهلا رح نفتحها ونشوفها. حبيت فيها شغلة كتير كتير حلوة، انه هون عندي تغيير المود. هذا الزر الزهري حسب ما بكبسه بتغير صوت الزرار اللي عندي هون، رح فرجيكم صوته. وهي الاضاءة هيك بطالع اضوية بالليل كتير حلوة. هون محل ما بيطلع الصوت رح فرجيكم اياها شلون بتغير المود. هاي اصواتها. هلا رح اغير المود خفيفة. في موسيقى كاملة. This means the emptiness had afforded just like a void.